مساكم الله بخير، يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده ومتجدده دائما وابدا من برنامج ماسلز ريبيلدينج. مثل ما عودناكم هذا البرنامج نسلط من خلال الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام. اليوم حلقتنا راح تكون مميزه ان شاء الله وفيها العديد من المواضيع اللي راح نحكي فيها ونناقشها، لكن مع الكابتن علي الدريع. تفضل كابتن علي، الكلمه لك. مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين، حياكم الله. في هذه الحلقة راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وممكن يكون في بعض الأشخاص ما يعرف هذه المعلومات. ضروري أنه يتعلم أن الأكل الصحي ضروري في حياتنا اليومية، حياتنا بشكل عام، مو بس فقط لزيادة الكتلة العضلية أو نقصان وزن الجسم أو حرق الدهون. ضروري ان احنا نعرف ان الغذاء الصحي متعلق بشكل كبير ايضا في العقل. احنا دائما نبي نحسن من نفسنا، بنطور من نفسنا، بنطور من شخصياتنا، بنطور من امور كثيره في نفسنا للافضل. دائما ان الانسان يفكر بهذه الطريقه، يعني انا ابي احاول اغير من نفسي الى الافضل من ناحية شكل جسمي، لياقتي، القوة البدنية، أحاول حتى من ناحية الشخصية والفكرية والنفسية، أمور كثيرة. فالأكل متعلق أيضا في إحنا عندنا الناحية الفكرية والناحية النفسية بشكل كبير. مثال على ذلك، إذا كان الشخص يلتزم في نمط غذائي غير صحي أو نمط غذائي مو متوازن. مثال نمط غذائي المتوازن، لازم احنا نعرف شنو هو نمط غذائي المتوازن. نمط غذائي المتوازن انا مدخل خلال اليوم جميع الفيتامينات والمعادن والمصادر الغذائيه، منها البروتين، سواء كان البروتينات حيوانيه او نباتيه، ندخل كميه الكربوهيدرات. الكربوهيدرات لازم نعرف، مثال على الكربوهيدرات اللي هو الأرز الأبيض، الأرز الأسمر، البطاطا الحلوة، البطاطا الصفراء، الشوفان، الفواكه، هم تعتبر من السكريات وتعتبر من الكربوهيدرات أيضا. البروتين، البروتينات الحيوانية، مثل ما قلنا البروتينات النباتية، منها اللحوم، اللحم، الدجاج، السمك، الربيان، البيض، هذا كله يعتبر بروتينات. ايضا احنا عندنا البقوليات تعتبر بروتينات نباتيه، وايضا عندنا رقم ثلاثه احنا عندنا الالياف، منها الخضروات او الفواكه تحتوي على الالياف، فيها فيتامينات ومعادن بشكل كبير هذه الماكولات. وعندنا ايضا رقم اربعه عندنا الدهون الصحيه. الدهون الصحيه سواء كان نباتيه او حيوانيه، اللي هي من اللحوم الحمراء وايضا الاسماك. وعندنا الدهون الصحيه النباتيه، منها زيت الزيتون، زيت بذر الكتان، انواع الزيوت، المكسرات، هذه دهون صحيه نباتيه. وعندنا ايضا الماي ضروري يكون موجود في اليوم بكميه مناسبه. فهذا احنا نقدر نقول غذاء صحي متكامل. اذا انا ما دخلت هذه المصادر الغذائيه خلال اليوم كميه كافيه، انا ممكن فقدت فيتامينات ومعادن مو قاعد اعوضها بشكل سليم. في ممكن بعض الاشخاص ما يدخل الاكل بشكل سليم، ما يدخل البروتينات بشكل سليم خلال اليوم، ما يدخل الكربوهيدرات بشكل سليم، الدهون الصحية، الألياف، الفواكه، الخضروات، الدهون الصحية، شرب الماء. ممكن يكون هذه كلها ممكن يكون فيها نقص خلال اليوم، وممكن دائما يلجأ إلى الأكل غير صحي.
فهني راح يكون عندنا مشكلة في النفسية أيضا، الأكل المتعلق أيضا بالنفسية، نفسية الإنسان راح يكون عنده نقص في فيتامينات والمعادن والأكل مصادر الطاقة. فإذا ما كان فيه موجودة مصادر طاقة في الجسم، هني راح يكون الجسم في تعب، في خمول، في بطء في الاستيعاب، في مشاكل نفسية منها العصبية، منها أن الشخص ما يقدر يتحكم في ممكن انفعالاته، أمور كثيرة. خاصة إحنا ممكن نلاحظ الطلبة خلال الدراسة أن إذا كان يأكل أكل صحي ويمارس للرياضة راح يكون عنده نشاط كبير، ذكاء عالي، استيعاب كبير، شخصية قوية، شخصية ذكية، أمور كثيرة متعلقة بالرياضة وأيضا التغذية. لكن إذا إحنا أهملنا نفسنا أو أخواننا أو أخواتنا أو أبنائنا بالرياضة وبالأكل الصحي، فراح يكون في مشاكل كبيرة، منها مشاكل نفسية، منها مشاكل في عدم أن الشخص أو الطالب يحسن مستواه في الدراسي، فهذه مشكلة. إحنا عندنا أن الرياضة أيضا متعلقة في هذا الشيء، غير أن التغذية أيضا حتى الرياضة متعلقة بشكل كبير في الناحية النفسية. فإذا إحنا قلنا أن التغذية مهمة في الناحية النفسية والفكرية، وأن الجسم عشان يستفيد من الغذاء ويوصل حق المخ والأعضاء، الرياضة راح تحسن من هذا الشيء أيضا، أن الأكل يستفيد منه جسم الإنسان ويوصله حق الأعضاء والمخ بشكل كبير، فهنا راح يكون عنده الشخص قوة شخصية، قوة في التمرين، أداء سليم في الرياضة، أمور كثيرة راح تكون متعلقة بسبب أن الشخص مارس حياة صحية متكاملة من تغذية وأيضا من الرياضة. إحنا كذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، تابعونا في حلقات قادمة. كذي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام ولقاء حلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمعلومات القيمة اللي أعطاكم إياها كابتن علي الدريع، كل الشكر والتقدير لك يا كابتن على هذه المعلومات القيمة للأمانة. نلتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد، دائما وأبدا كونوا على الموعد، وبرنامج فصل في بلدي، في أمان الله.